السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائنا الطلاب بالمختبر الأول لمادة الحاسب. تعرف خلال المختبر الأول إلى الطرق الصحيحة للجلوس واستخدام جهاز الكمبيوتر، بالإضافة إلى نظرة عن إصدارات الويندو، ونتطرق إلى الإصدارات الأكثر شعبية واللي لاقت استخدام من هذه الإصدارات الويندو. أخيراً راح نتناول موضوع الديسكتوب بالإصدار ويندو 7. نأتي الآن إلى الطرق الصحيحة للجلوس واستخدام أجهزة الكمبيوتر. نتيجة للاستخدام المتواصل لجهاز الكمبيوتر، هناك بعض المناطق داخل جسم الإنسان راح تتعرض للآلام إذا مارست عادات أو ممارسات خاطئة بالجلوس أثناء استخدامك لجهاز الكمبيوتر. مثل ما تعرفون أن التعليم المعتمد لكم هو التعليم الإلكتروني. الآن بسبب جائحة كورونا راح نضطر أنه إحنا تكون محاضراتنا ودروسنا كلها إلكتروني، فراح يعني تصرف أوقات كثيرة باستخدام جهاز الكمبيوتر أو الجهاز لوحي أو رقمي آخر. الأجزاء اللي أهم الأجزاء اللي تتعرض للآلام هي منطقة العين والرقبة والكتف، بالإضافة إلى منطقة المرفق والرسغ والأصابع. أيضاً عندنا المقعد، لكن هي اللي ممكن أن تتعرض إلى الكثير من الآلام عندما يكون جلوس خاطئ للمستخدم حول جهاز الكمبيوتر. نأتي الآن إلى الوضعية المناسبة للجلوس الصحيح لتقليل الشعور بالألم على المنطقة الأولى اللي هي منطقة العين. لمنطقة العين لازم تأخذ بنظر الاعتبار الإنارة، بالنسبة وضعية الإنارة إلى شاشة الكمبيوتر، سواء كانت هذه الإنارة طبيعية أو صناعية، المفروض ما تكون موجهة مباشرة إلى شاشة الكمبيوتر. أيضاً لازم نأخذ بنظر الاعتبار المسافة ما بين عين المستخدم والشاشة. مسافة هنا ما تكون ما تقل عن من 20 بوصة، بمعنى 50 سنتيمتر. أيضاً المفروض نأخذ بنظر الاعتبار لتجنب آلام العين أو الإجهاد للعين تكون زاوية الرؤية بمقدار 15 درجة، يعني هنا عين المستخدم تكون تقريباً في منتصف شاشة الكمبيوتر. هذه الأمور الثلاثة إذا تأخذها بنظر الاعتبار اللي هي سقوط الضوء على الشاشة، المسافة ما بين العين وشاشة الكمبيوتر، زاوية الرؤية، هذه راح تقدر أن تتجنب بها آلام العين وكذلك الآلام اللي ممكن أن تصيب بالرقبة والكتف. نأتي الآن إلى الطريقة الصحيحة للجلوس واستخدام جهاز الكمبيوتر لتجنب آلام الظهر. يجب أن تكون وضعية الظهر مسندة بشكل كامل إلى ظهر الكرسي، وحتى تحقق هذه الخطوة لازم تستخدم كرسي سهل الضبط والتحريك بحيث تحصل على هذه الوضعية. عندنا هذه الصورة توضح الأوضاع الخاطئة للجلوس حول جهاز الكمبيوتر. المفروض هنا تستخدم أيضاً، لازم تأخذ بنظر الاعتبار عظمة الفخذ تكون بصورة موازية لسطح الأرض، الركبتين هنا الزاوية بمقدار 110 تقريباً، راحة القدمين تكون مسندة بشكل مباشر إلى سطح الأرض. هذه الأمور اللي ممكن أن واحد يأخذها بنظر الاعتبار لتجنب الآلام اللي ممكن أن تصيب الظهر أو أسفل الظهر. هذه هنا وضعية راحة القدمين تكون بوضع مستقيم وهي سطح الأرض. نأتي الآن إلى الجزء المتبقي اللي هو المرفق والرسغ والأصابع. المرفق كان يكون بشكل موازي مع الجسم بشكل حرف L، واليد تكون مسندة إلى للكرسي. الرسغ والأصابع وسطح المكتب تكون على استقامة واحدة. الرسغ والأصابع وسطح المكتب تكون على استقامة واحدة. هنا أنا عندي هذه الوضعية صحيحة، الرسغ والأصابع نفس الاستقامة، هنا أنا عندي زاوية، هذه وضع خاطئ،
هذا الوضع هنا خاطئ. هنا المفروض يكون على استقامة واحدة، هنا يكون على استقامة واحدة. عندنا هنا مجموعة من الصور اللي تمثل الأوضاع الصحيحة لليدين، هذه الأوضاع الخاطئة، هذه أوضاع خاطئة، هذه وضع صحيح لما يكون على استقامة واحدة، رسغ الأصابع وسطح المكتب، هذه الوضع صحيح، هذه الأوضاع صحيحة، هذه الأوضاع خاطئة. وهذه يمثلني هنا المنطقة اللي تتعرض إلى الإجهاد عند استخدام الكمبيوتر بشكل خاطئ. لاحظ هنا بعض التمارين المستخدمة لرسغ اليد، ممكن هذه التمارين إجراءها كل نصف ساعة. نشوف هذه تمارين بسيطة ما تأخذ من عندنا أي إجهاد ولا وقت، طول التمرين من 10 إلى 20 ثانية، ما يأخذ من عندنا وقت، لكنها تكون ذات مردود جيد أو إيجابي لهذه المناطق حتى تتجنب الإجهاد والآلام. هذه الحركات البسيطة اللي ممكن أن نأخذها بنظر الاعتبار حتى تقلل لنا أو تجنب لنا الآلام مستقبلا، حركات بسيطة. هذه الشاشة تمثل لنا الوضعية الصحيحة للجلوس واستخدام جهاز الكمبيوتر. نلاحظ هنا مستوى العين ومقدار المسافة ما بين العين وشاشة الكمبيوتر، الإنارة، ما إنارة موجهة إلى الشاشة مباشرة، الظهر مسند بالكامل إلى الكرسي، عظمة الفخذ بشكل موازي إلى سطح الأرض، بالإضافة إلى هنا الركبتين يعني الزاوية أكبر من قائمة، يعني بمقدار 100-110. عندنا راحة القدمين مسندة بالكامل إلى سطح الأرض، وهنا وضعية الرسغ والأصابع وسطح المكتب تكون على استقامة واحدة. هاي تمثل هي الطريقة الصحيحة للجلوس واستخدام أجهزة الكمبيوتر. الآن نلاحظ هنا بعض التمارين البسيطة، ممكن أداء هذه التمارين كل فترة نصف ساعة، يعني ممكن أن ترتب فد منبه معين في حالة استخدام متواصل لجهاز الكمبيوتر، ترتب لك فد منبه معين كل نصف ساعة، كل 90 دقيقة ممكن أن تؤدي هذه التمارين. هذه التمارين ممكن وأنت جالس على الكرسي تؤديها، ما تأخذ منك من 10 إلى 10 ثواني وتكررها أكثر من مرة. ممكن أن تستخدم هذا الوضع من الوقوف، حتى إذا ما كانت متوفرة مساحة لأداء هذه التمارين ممكن وانت بمكانك تأدي هذه المجموعة من التمارين. ولاحظ أنه الوقت اللي تستخدمه لأداء هذه التمارين هو جدا بسيط، بتكررها لأي عدد من المرات، يعني كل ما تكررها أكثر ما يكون أفضل، لكن هي ما تأخذ من عندك وقت كبير. هذه بعض التمارين اللي ممكن أن تمارسهم إذا توفر عندك وقت أو فترة استراحة. هذه التمارين مجموعة من الحركات البسيطة ما تسبب أي إجهاد، لكن المردود مالتها يكون جدا جيد على تجنبك الكثير من الآلام. يعني مثل ما نقول في درهم وقاية خير من قنطار علاج. هنا عندي مجموعة التمارين أثناء الجلوس على الكرسي نفسه، ممكن أداء بعض التمارين وأنت جالس، تأدي هذه التمارين خاصة إذا أنت مستخدم لجهاز الكمبيوتر لساعات طويلة. حاول تأدي أي واحدة من هذه الحركات وبتكرار معين كل فترة زمنية نصف ساعة أو أكثر، وباستمرار حتى تجنب الوقوع بالآلام مستقبلا. Thank you.
نأتي الآن إلى جولة سريعة للتعرف على إصدارات الويندو السابقة. طبعاً برنامج الويندو هو من إصدار شركة المايكروسوفت العالمية. بدأ إصدار برنامج الويندو بسنة 85 كبرنامج تشغيل رسومي سهل الاستخدام للمميزات اللي يتميز بها هذا البرنامج. برنامج الويندو هو يتمتع بواجهة رسومية بسيطة سهلة الاستخدام، وبإمكان المستخدم تشغيل أكثر من برنامج بنفس الوقت وفتح أكثر من نافذة بنفس الوقت. هذا طبعا كانت من الأسباب الرئيسية اللي دفعت المستخدمين لاستخدام هذا الإصدار، إنه هو نظام تشغيل بسيط جدا بإمكان أي شخص أن يستخدمه، يحتوي على الأيقونات والرسومات، أبسط من نظام التشغيل السابق اللي هو MS-DOS اللي هو يعتمد على أنه الشخص لازم يكون ملم بعلوم الحاسبات وكتابة الأوامر. هذه مباشرة قوائم موجودة أمامك تختار من عندها للأوردرات، أيقونات موجودة على سطح المكتب بإمكانك أن تختار هذه الأيقونات. طبعا هو صار تطور بظهور أجهزة الحاسوب، ظهور عندنا الماوس يفيد بالاختيار أكثر، خاصة لما يستخدم الأيقونات والواجهات الرسومية. والإضافة الأخرى أنه برنامج الويندو بإمكانك أن تشغل أكثر من برنامج وفتح أكثر من نافذة بنفس الوقت. أيضاً نظام الويندوز مزود ببعض البرامج اللي الجاهزة اللي تفيد المستخدم، مثل برنامج الحاسب الكالكوليتر والتقويم كالندر، ملف البطاقة اللي هو الكارت فايل، أيضاً موجود عنده برنامج الكلوك، الكونترول بانل، المفكرة، البينت الرسام، الكليب بورد، وغيرها من البرامج الجاهزة بإمكان المستخدم يستفاد من عدها. وحتى إذا ما كان عنده إلمام بعلوم الحاسبات وطريقة كتابة البرامج، ممكن أن يستفاد يكون كيوزر فقط يتعلم مهارات بسيطة بالاستخدام. طبعا طريقة التعلم باستخدام الصور والرسومات تكون أسهل بكثير من طريقة الاستخدام للنصوص، كتابة النصوص اللي كانت متبعة بالإصدار السابق اللي هو MS-DOS. يعني مثال على ذلك، هسه الشائش السلايد اللي أمامك موجود بمجموعة من الصور والكتابات. أول ما ينفتح السلايد وين تجي عينك؟ تجي عينك على الرسومات والصور. إذا أكو جدول وراها تباوع على الجدول، اللي إذا ماكو عندك صور ولا عندك جداول راح ترجع وين؟ تروح على النصوص. فإذا النص، كتابة النص أو الكتابة اللي موجودة أمامك آخر اهتماماتك. أول ما يجي اهتمامك على الألوان والصور والرسومات إذا موجودة، إذا موجودة جداول أيضا تنظر إليها. آخر اهتماماتك أنه أنت تنظر إلى النص الموجود أمامك. نأتي الآن إلى إصدارات الويندو. السلايد اللي أمامنا راح يوضح لنا التسلسل التاريخي لتطور إصدارات الويندوز. بداية الإصدار الأول ويندوز 1 كان في 85 واستمروا العمل به لمدة سنة ونصف تقريبا. بدأ الإصدار الآخر اللي هو ويندو 2، بعدين ويندو 2.1.2 إلى أن وصل إلى سنة منتصف التسعين. صار عندي الإصدار الجديد اللي هو الإصدار الثالث اللي هو الويندوز 3، وصار عندي تطوير إلى بالـ92 اللي هو الـ3.1. هاي الفترة الزمنية فترة التسعينات بدأ عندي استخدام الإنترنت، فصارت حاجة إلى برامج ملحقة مع نظام الويندو لتسهيل عملية استخدام الإنترنت. فصار عندي الملحق اللي هو ويندو نت اللي هو 3.1 ويا ويندو 3.0 اللي هو ويندو نت. منتصف الـ 95 صار عندي ظهور إصدار جديد من نظام الويندو اللي هو نظام ويندوز 95، وهذا كان بيحل للمشاكل اللي كانت تواجه الإصدارات السابقة، وأيضا بيدعم للنت اللي صار بويندو نت. استمر العمل بنظام الويندو 95 إلى منتصف الـ 98. ظهر عندي نظام تشغيل قوي نوعا ما حاول يحل المشكلات اللي واجهت الإصدارات السابقة، ومدعوم لاستخدام الإنترنت. فبدأ العمل به واستمر من الـ 98 إلى تقريبا إلى سنة الـ 2000، أيضا ببعض التطوير.
صار إصدار آخر ويليل 98 ببعض التطوير، إلى أنه بداية 2000 يعني 2001 صار ظهور عندي لويندو مي. نفس الوقت اللي رافق ظهور الويندو مي وللاستخدام المنزلي ظهور عندي ويندو الإكس بي كداعم لنظام الويندو. الويندو مي والإكس بي كان أقوى من الإصدار اللي هو 98. استمر العمل بهذه النظامين ولاقوا شعبية كبيرة بسبب حلولهم لكل أغلب المشاكل اللي ممكن أن تواجه المستخدم، وبقى العمل بها إلى 2007 تقريبا 2007 نهاية 2006-2007 ظهور أصدار اللي هو الويندو فيستا. كان تطوير الويندو فيستا هو تطوير للإكس بي، لكن ما لاقى شعبية اللي لاقاها الويندو الإكس بي والويندو مي. ظلوا المستخدمين على الويندو مي والإكس بي إلى سنة 2009 ظهور الأصدار اللي هو الويندو 7. انقسموا المستخدمين بين مشجع للويندو 7 وللويندو إكس بي ويندو مي. صعب أنه يتحول المستخدم من نظام تشغيل يتعود عليه هاي الفترة الطويلة ويؤدي له كل الخدمات وما محتاج أنه هو يتحول إلى نظام تشغيل جديد اللي هو الويندو 7. ما كان من شركة المايكروسوفت إلا أن هي وقفت الدعم عن الويندو إكس بي. تلاحظ أنه ما زالت قسم من دوائرنا معتمدة على الإكس بي. توقف الدعم بالنسبة للبرامج اللي تتطلب تحديثات واتصال بالإنترنت، الإكس بي ما يخدمها. لكن إذا كانت مجرد أعمال مكتبية أعمال طباعية هذه ممكن أن يستمر العمل بنظام الإكس بي أو الويندو مي. فحولوا على الويندو 7. هذا الويندو 7 كان فيه حلول رهيبة لكل المشاكل اللي ممكن بالإصدارات السابقة، عكس ويندو فيستا اللي ما لاقى الشعبية المناسبة وحتى عدد المستخدمين كان قليل لهذا المنتج. ظهر عندنا ويندو 8، لكن ويندو 8 سبب الظهور مالته هو أنه تطوير الـ 7، لكن الويندو 7 كان أقوى منه ببعض المشكلات ويندو 8 بسبب التطور باستخدام أجهزة الحاسوب وظهور ظهور الشاشات السنسيتيف التوتش. فظهر عندي هذا الإصدار مالت الويندو وظهور هنا هذه الفترة اللي ظهرت بها الأجهزة الديجيتال اللي هي النقالات والتاب والباد، كلها ظهرت بهذه الفترة. فحاولوا إنتاج نظام تشغيل يشبه النظام التشغيل اللي ممكن أن موجود على الأجهزة المتنقلة. أيضا ما لاقى الشعبية الكبيرة اللي هو ويندو 8. ظهر عندي الإصدار نهاية 2015 ظهر اللي عندي الويندو 10. الويندو 10 انقسمت الناس ما بين المستخدم للـ 7 وويندو 10، إلى أن قررت السنة الماضية شركة مايكروسوفت في 15 كانون الثاني أنه هي توقف الدعم على الويندو 7، لأن صعب أن تحول المستخدمين من نظام تعودوا عليه على هذه الفترة الزمنية ويؤدي لهم كل المهام اللي يحتاجوها وما عندهم أي مشكلات تحولهم إلى إصدار جديد. لكن بسبب الظروف اللي يعيشها العالم من جائحة كورونا والوضع الاقتصادي المتردي، ف مددت إلى هذه السنة، يعني احتمال تتوقف التحديث واحتمال ما توقفه. اللي حد الآن ما متوقف التحديث على الويندو 7. عندنا هو الويندو 10، هذا يمثل لي الإصدار الأخير من نظام الويندو. هذه تمثل النوافذ الأساسية للإصدارات. هذه إصدار الأول، هذه النوافذ وهذه البرامج الجاهزة. طبعا هنا النوافذ تكون متجاورة بالإصدارات القديمة. شوف شكل النافذة والزوايا اللي موجودة بها. هذا الإصدار الثاني، هذا الإصدار الثالث للويندوز كان بعام 90. عندنا هذا الإصدار ويندوز 95 اللي طول بالاستخدام. اللي بعده اللي هو الإصدار 98، هذه ويندو 2000 لكن ما لاقى شعبية بسبب أنه الويندو 98 كان أقوى من عنده. الويندو مي
من سنة 2000 هو ويندو اكس بي، استخدام شائع له. جزء قسم من عندكم يتذكرون الويندو اكس بي والويندو مين. هذه الويندو فيستا، هذه عندنا الويندو 7 هو الاصدار اللي راح نعتمد احنا بمختبراتنا ومحاضراتنا. هذه ويندو 8.1 وهذا الاصدار اللي هو ويندو 10. نأتي الآن إلى الجزء الأخير بالمختبر مالتنا اللي هي مكونات سطح المكتب. هذه هو سطح المكتب بالنسبة للويندو 7، موجودة هذه الصورة اللي أسفل الشاشة اللي هي البديل الإلكتروني، وعندنا هنا بالأسفل اللي هو التاسك بار، وهذه قائمة البدء، وهذا زر ستار، وهذه القائمة الثانية اللي تجي ويا قائمة البدء، هذه جهة اليسار وهذه جهة اليمين. بالنسبة إلى مكونات سطح المكتب اللي هي الستارت، أهم الأيقونات اللي موجودة على السطح، وعندنا التاسك بار. بالنسبة إلى أهم الأيقونات الويندو 7 هي أيقونة يوزرز فايل. هذه اليوزرز فايل راح تأخذ اسم المستخدم أثناء تنصيب نظام الويندو، الاسم اللي تنطي هو راح يأخذ اسم المستخدم اللي أنت تنطي. تضم بداخلها الكثير من المجلدات، طريقة الخزن للملفات داخل نظام الكمبيوتر تكون بطريقة منظمة. بالنسبة لليوزرز فايل بها تحتوي على الكثير من المجلدات المصنفة، مثل عندنا هنا الأيقونة تمثل الميوزك والبيكتشر والفيديو والدوكيمنت والداونلود والفافوريت إلى آخره من المجلدات، بحيث مثلا إذا أنت هسه مستخدم جاي تستخدم جهاز الكمبيوتر وتبدي تتصفح على النت، عجبك ملف معين وتحب تنزله، فتلقائيا هذا الملف راح تلقاه بالداونلود، على اعتبار انه حتى يصير هنا يكون تصنيف للملفات حتى سهولة الرجوع اليها باي وقت. اذا عندك ملف فيديو الفولدر المناسب هو ماي فيديو، اذا بيكتشر ماي بيكتشر، وهكذا. هذه بالنسبة لأيقونة اليوزرز فايل. عندنا أيقونات أخرى موجودة بالويندو 7 هي أيقونة كمبيوتر. هذه الأيقونة من خلالها تستطيع استعراض كل محتويات جهاز الكمبيوتر من القرص الصلب، السي دي درايف، الفلاش وغيرها من المحتويات. أيضا أيقونة أخرى اللي هي أيقونة التشبيك أو النت اللي هي النتورك، هذه موجودة عندنا على سطح المكتب. هذه الأيقونات خاصة بالإنترنت والتشبيك وعمل الشير. هذه شكل الأيقونة راح تكون على سطح المكتب. هذه الأيقونة اسمها الريسايكل بن واللي هي تمثل سلة المحذوفات، وسلة المحذوفات هي تحتوي على الملفات التي تم حذفها مؤخرا، تحتوي على ميكانيزم بحيث تضمن لك دائما الملفات اللي تم حذفها مؤخرا موجودة تكون ضمن هذا المكان. طريقة تنظيم الرموز أو الأيقونات على سطح المكتب، بإمكانك أن ترتب هذه الأيقونات اللي شرحناها اللي خاصة بالويندو 7 من خلال على أي مكان فارغ على سطح المكتب بالرايت كليك، راح تحصل على قائمة الاختصار. هذه قائمة الاختصار الموجودة بإمكانك أن ترتب من خلال هذه سورت باي، أما على أساس النيم أو على أساس السايز أو ايتم تايب أو ديت موديفاي. على أساس النيم معناها مرتبة أبجدياً، السايز على أساس الحجم، والآيتم على أساس النوع، والديت موديفاي تاريخ التعديل. ممكن إخفاء وإظهار بعض الرموز أيضاً من الرايت كليك، راح تظهر عندي قائمة الاختصار فيو، توفر لي هذه الإمكانية إنه لارج، ميديوم، سمول، أوتو رينج. هذه تمثل عملية إخفاء وإظهار أيقونات سطح المكتب. أيقونات سطح المكتب اللي هي الديسكتوب أيكون، إذا كانت مؤشرة معناها ظاهرة عندي، إذا كانت ما موجودة عندي التأشيرة أنطيها كليك حتى تظهر. إلى هنا انتهى موضوع المختبر لهذا الأسبوع. شكرا لكم.